مش عايزين زحمه. يا معلم. لا كله تمام الحمد لله يا معلم. ده انا اللي طورت صناعه الكنافه في جمهوريه مصر العربيه. معلم دول حضرتك ثانيه واحده. حضرتك عمرك سمعت عن كنافه تحتمس الثالث؟ انا اللي عامل كنافه تحتمس الثالث. معلم دول عمر الدين. معلم دول احنا عندنا عم نقص في قطايف الملك امون وكنافه الملك خفوه دول. يعني عايز ايه؟ عايزين دي يا معلم قمر الدين. عايز ايه؟ عايزين دي يا معلم دول قمر الدين. سمعت عايزين دي. يا ريت بقى تزود لي الحصه بتاعتي. عندي طلب جامد جدا على الكنافه وعلى القطايف. زود له حصه الدقيق. بص انا ممكن اشتري الدقيق اللي عندك كله باي ثمن يا معلم، باي ثمن. ماشي يا معلم. يلا سلام. حكايه ماشيه بندق. يلا اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. الله ينور يا معلم. وعليك يا استاذ عاد. سخنه. ايوه قول لي انها سخنه. ولا رمزي. نعم دول. تعالى يلا تعالى. نعم. هات ايدك. هادو. لا اعملها كده. لا معقوله يا جماعه؟ معقوله ديك رومي واحد بس؟ ما هي يا حبيبي فخده الخروف لسه على نار ما استوتش. عاملين فخده خروف واحده بس يا حبيبي. في دكر بط لسه بيستوي على النار. كله على النار. ما كده يا اخوانا النار هتحرق كل الاكل. يا ماما شوفي راس العجل استوت ولا لا، احسن تتحرق الحقيقه. لسه العجل كبير. ايوه يا جماعه، بالنسبه بقى للمشروبات انا شايف ان انتوا جايبين بس خشاف وعاملين كركديه وعاملين تمر هندي وعاملين خروب وبس. معقوله يا اخي؟ احمد ربنا كفايه قوي كده يا ابني. بلاش بزخ، انت بتلاقي الفلوس. لا بعملها كنافه، قصدي يعني الفلوس كتيره الحمد لله ما شاء الله يعني. وبعدين يا ماما بالنسبه للاكل اللي عندك اللي لسه ما اتعملش لغايه دلوقتي، انا عايزك توزعيه كله على الجيران ونجيب اكل جديد بقى من اول وجديد، ولحمه وفراخ وديك رومي من اول وجديد بقى. ايوه انا عايزكم تتبسطوا يا جماعه، عايزين نصرف بقى الفلوس كتيره. ابني اتجنن. انا جيت وجبت الحلويات معايا. هي دي الحلويات اللي معاكي بس؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنت المعلم عادل قمر الدين؟ أيوه أنا قمر الدين. ممكن أدوق؟ تدوق إيه يا حضرتك؟ أنت مين؟ أنا المعلم فاطر. معلم فاطر؟ أهلا وسهلا يا معلم، تحت أمرك. طب مش نقعد الأول وتطلب لنا حاجة نتجرعها؟ تتجرع إيه في وسط نهار رمضان حضرتك؟ هو فاطر بحقه حقيقي ولا إيه؟ معلش نسيت له مؤاخذة، العتب على الناس. هو دي حاجة تتنسي يعني يا معلم فاطر؟ معقولة؟ معلش يا دولة، معلش سامحه يا عم. سامحه؟ ما انت اول مره تصوم في حياتك. تحت امرك يا معلم. شوف يا معلم قمر الدين، انت فتحت المحل ده في نطاق سيطرتي انا، وما خدتش اذني ولا حتى عملت تصريح. انا واخد اذن واخد تصريح من المعلم وحوي، وادي التصريح اهو وممضي منه، تصريح بمزاوله المهنه صادر من المعلم وحوي احمد اليوحى. حلو وحلو اهو. لا 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 لا، انت فاهم غلط خالص مالس بالص. انت هتحتاج تصريح تاني مني. تصريح تاني ازاي يعني حضرتك يعني؟ عشان انت فتحت المحل ده في منطقه وسيطه تقع بين نطاق سيطرتي انا والمعلم وحوي هو. ايوه يعني هدفع لك انت ولا ادفع للمعلم وحوي؟ هتدفع لنا احنا الاثنين لحد ما نعمل اعاده ترسيم للحدود. ترسيم حدود ايه يا عم؟ يا خارطه الطريق. وبعدين لعلمك بقى مش المعلم عادل سعيد دول قمر الدين اللي يدفع مرتين. ايه ده؟ حد يكلم المعلم فاطر كده وفي الموسم بتاعه كمان؟ موسم ايه يا عم؟ ده انت اسمك فاطر اساسا، وبعدين زبوليتو مفستاتر، وانت اساسا ما تظهرش في رمضان، اظهر في العيد. فاكرني مراجيح ولا ايه؟ اسمعني كويس. انا ما بسمعش، واسمع انت كلامي، اللي انت عايز تقوله اكتبهولي في جواب وادهوني وانا هباخد الجواب واقطعه. لا بقول لك ايه، انت هتسمعني كويس، ده انا المعلم فاطر اللي عمري ما جوعت ابدا. لو ما دفعتش ليا تمن التصريح النهارده اللي هو توداي، بكره اللي هو تومورو، مش هتلاقي صنايع كنافه في مصر كلها ورك وزيو يعمل معك. ولا يهمني، مش محتاج صنايع كنافه، الواد رمزي الزلابيا موجود اهو. ولا زلابيا؟ يس معلم دول قمر الدين. انت قد مش تعرف تشتغل وتعمل الكنافه؟ اعرف. يا دي شغلانه دول، ده انا مولود في صنايع كنافه اصلا. الحقنا دولا.
دولة. يلا في ايه؟ الكوز ده بايظ يا دولة على فكرة. يا خرب بيتك، وانا ناقص كمان حاجة تبوظ، يعني مش كفاية ان الشغل واقف وكمان الكوز بايظ، ايه اللي بايظ فيه؟ بص يا دولة مخروم ازاي وعمال ينقط عجينة. يلا ما هو لازم يبقى مخروم، امال هتنزل العجينة ازاي على الصينية عشان تعملها كنافة؟ يا هبل يا هبل. دولة انا بصراحة بقى، دولة بقى انا الموضوع الوحيد اللي ما بفهمش فيه في حياتي هو موضوع الكنافة ده. الموضوع الوحيد وانت كنت بتفهم في ايه؟ اذا كنت فاهم نفسك ان انت فاهم تبقى مش فاهم، فاهم؟ لا مش فاهم يا دولا. دولا انا عايز بقى ارجع يا عم للبازار بتاعي بقى، انا ما بحبش اعمل اي حاجه غير ان ابيع تماثيل واعمل الحاجات دي انا دولا بقى. وانت اساسا كنت فالح في التماثيل، خلاص ربنا يكرمنا بقى، ده احنا حتى بقالنا كذا يوم لغايه دلوقتي ما بعناش حتى ولا ربع كيلو قطايف عصافير. عصافير؟ يمكن طروه دولا، يمكن طروه. انت بتهزر ولا يمكن يلا يكون رمضان خلص ومحدش قال لنا يلا عشان كده محدش بيشتري لا كنافه ولا قطايف يلا؟ يمكن يا دولا. بص انا عايز بقى ابيع تماثيل تاني يا دولا علشان من خرج من بازار واتقل معياره. انت اللي معيارك فلت خلاص يلا يا رمزي، مفيش حل معاك، مفيش حل، دايما خاربها، انا هسميك يا خاربها. شكرا يا دولا. ولا رمزي زبون. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه؟ انا عايز ارجع صينيه الكنافه دي. ترجعها يعني ايه؟ بعد ما حضرتك اشتريت مني الكنافه وعملتها في صينيه وكلت منها كمان جاي ترجعها لي ازاي يعني؟ ما انا هرجعها يعني هرجعها. هي ايه يعني، عافيه حضرتك ولا بلطجه يعني؟ لو سمحت يا دولا سيبني انا بقى اتفاهم على الاشكال دي. معروف يا حضره يعني ان البضاعه لا ترد ولا تسترد ولا تفنى ولا تستحدث من عدم. الله يعلمك بقى الكلام. يا معلم انا مش هتكلم، حضرتك شوف دوق بنفسك واحكم. ادوق ايه؟ مالها الكنافه؟ ما زي الفل اهي، وشها محروق وجميله يعني. دي حادقه جدا. حضرتك يعني ازاي حادقه قوي كده؟ شفت؟ صدقتني؟ الكنافه كلها ملح والسكر مش عامل فيها حاجه. انت يالا يا رمزي حطيت فيها ملح ولا ايه في الكنافه؟ دول لما الراجل اللي كان هنا هو ومشي وكان بيحط فيها ملح، على فكره انا شفته. حطيت ملح قد ايه يالا؟ لا استنى بس انا ادوق الاول يا دوله يعني. الله تسلم ايدك يا ده رمزي عبقري. ماليش دعوه بلسانك، لسانك اخبى منك. حطيت ملح قد ايه؟ حطيت نص شكاره يا دول. نص شكاره ملح على شويه دقيق قد ايه؟ شويه قد كده دول. شويه دقيق قد كده وعليهم نص شكاره ملح؟ ليه يالا؟ يخرب بيه، امال بس برقبتي يا معلم، وانا مولود في صينيه كنافه، وهات لي لبس واجيب لك سديري واجيب لك طقال، يعني الطقيه هي اللي هتعمل دي. انا اسف جدا حضرتك، وفلوس حضرتك عندي موجوده في الحفظ والسن، لو عايز بيها تماثيل عايز بيها اي حاجه تحت امرك. بالنسبه لك انت بقى تعالالي تعالالي. طب والله دي حلوه يا دول على فكره. حلوه طبعا. حضرتك انا هدوقك نوع جديد خالص من الكنافه، اطلع هنا.